لجنة الاحتراف انه لابد الاخ عبد الله والجروب اللي معاه يرتقوا بفكرهم. بصراحة انا كتبت موضوع شوف بالتاريخ في 10 يناير 2015، احنا شوف الان سنتين، الان احنا في يناير قربنا من يوم 10 اليوم 6. الفكرة وما فيها انه كتبت قصة سعيد زي لاعب، وحتى المقال اسمه سعيد بوسمان، لاعب في بلجيكا كان وكان بينتقل لفرنسا، قصة معروفة، ونجح المحامي هذا ووصل للفيفا القانون اللي هو اي لاعب يوقع عقد ويتراجع عنه هو حر، واي لاعب قضيته منظوره زي ألتون هو حر. والدليل شوف نجاح سعيد المولد، هذا مو يعني هذا دليل على انه انت في اللجنه لابد تكون نظرتك مو انتقائيه او انتقاميه من اللاعبين، انت تدعم اللاعبين، انت توفق اللاعبين. هو اصر يبقى في اللجنه حتى بالاتحاد الجديد، هذا موضوع خطير جدا. اما انك بصراحه اذا عندك هدف تطويري ما يكون عملك بالطريقه هذه، يعني اصرارك على البقاء في اللجنه احنا ما احنا ضده، بالعكس اذا انت عندك حب لهذه اللجنه هذا شيء جميل، ولكن لابد يكون في انت منك شخصيا دعم للاعبين، مو توقف وجههم وتعمل عليهم قاضي، لا انت 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 مكانك اذا تبي تصير قاضي تروح لجنه الانضباط، انت هنا لجنه المحترفين. إلتون اللاعب في كل الدنيا، وأنا قلت في هذا الكلام في نفس القناة هنا، إلتون لاعب في عنده خلاف شائك، خلاف مالي بينه وبين ناديه، لا تكون أنت أذكى من الفيفا يا عبد الله برقان، لا، الفيفا عارف أدى إلتون بطاقة بديلة لأنه ما يعطل اللاعب، عمره اللاعب ما يتعطل. يعني حتى الناس الآن تتكلم بتقول لك سعيد المولد لو خسر القضية أمام الاتحاد في محكمة التحكيم الرياضي يتوقف، قلنا ما يتوقف، عليه غرامه ماليه فعلا مالية. على اي يتغرم ماليا، فهو المفروض الاخ عبد الله البرقاني اللي ما يطلع الا لحاله، وانا اتمنى حتى اعضاء اللجنه يطلعوا في الفضائيات ويتكلموا يوعوا اللاعبين، هذا دورهم. اما انت تفكر انه كل اللاعبين يجوك وتعمل كنترول وهذا يسجل وهذا ما يسجل، هذه مهمتك انت، لا مهمتك مو كذا، مهمتك وعي اللاعبين، عمليه العقود حتى الانديه مهمتك تساعدها كيف تتعامل مع اللاعبين. إيه هو في النهايه هو على الشقين، هو على مستوى الانديه وحقوق الانديه وايضا حقوق اللاعب، يعني هو نادي الفتح عوض معليش بس، لانه الفتح مثلا هو يرى انه يعني ظلم بهذا الامر، انه يلتزم مع لاعبه الاجنبي بكل التفاصيل، واللاعب سواء يعني بطريقه او باخرى يعني يترك النادي بغير مسوق قانوني، وانا ما حرمت عليه اللعب لكن حرمت عليه العوده للدوري السعودي، هذا حسب ما ترى لجنه الاحتراف. انت ما سمعت من إلتون، احنا سمعنا بس من نادي الفتح، سمعت الفتح انت تتوقع ايوه انت تتوقع الفيفا يسمح للاعب، انت ما تعطل اللاعب كنادي الفتح، ما تعطل اللاعب، انت اشتكيت ما تعطل اللاعب، انت يا محمد كيف تتوقع الفيفا اداله بطاقه بديله؟ ليه اداله بطاقه بديله؟ في مبرر، في جاستيفيكيشن. وطلع امس المحامي استاذ عوض، يمكن مبرر فقط انها قضيه منظوره، لا لا لا، طلع امس المحامي الاماراتي طلع قال انه الخلاف على مش على الرواتب، على مقدم العقد، مقدم العقد متاخرين عليه بسنه. انا اديك مثال، ماركين هو لاعب نادي الاتحاد ومنافس الاهلي، راح الدوري الايطالي هو اعاره ورجع للنادي الاهلي، ليه؟ لانه عنده ما توقف اللاعب، ما توقف امام اللاعب، تعطل عن عمله، تخيل انت يعطلك عن عملك ولا انا يعطلني عن عملي، علي غرامه استحقها، علي قضيه منظوره بس انا ما تعطلني كلاعب. فانا هذا اللي اتمناه من الاخ عبد الله، ولا انا صدقني الوضع اللي صار يعني خسارته امام إلتون وامام سعيد المولد خساره كبيره للعمل اللي هو سواه. طيب.